سبحانه وتعالى لما قال وشاهد إيش ومشهود. المشهود ما هو؟ يوم عرفة. من الذي أكرمنا وجعلنا ندرك إلى هذا اليوم؟ أليس الله؟ بلى. هذه نعمة أيها المباركون، نعمة للحجيج، نعمة لنا أننا إدراكنا إلى هذا اليوم، هذه أكبر نعمة. النعمة ما تبقى إلا بالشكر. لما قال الله في آية عامة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. من نعم الله عز وجل إدراكنا إلى هذا اليوم. إذا علم الإنسان أن رب العالمين سبحانه وتعالى في كل ليلة ينزل، متى في كل ليلة ينزل في الليل، أليس كذلك؟ في يوم عرفة ينزل متى سبحانه وتعالى؟ ينزل في النهار. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذا اليوم، يدل أن هذا اليوم كما ورد في الأدلة أنه أفضل يوم، يدل على أن هذا اليوم يكفر ماذا؟ سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. هذا يدل أن الإنسان الذكي الفطن لما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا جمع بين توحيد الربوبية وجمع بين توحيد الألوهية وبين توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. يعني أفضل عمل تفعله في هذا الوقت الآن الدعاء وغيرها من الأعمال. لكن ينبغي لنا لما ننظر إلى الحجيج والإنسان وهو ينظر إلى الحجيج وينظر إلى هذه المشاهد المؤثرة أن يعلم أن الله عز وجل قريب. أنت تدعو من؟ أن تدعو الله عز وجل سبحانه وتعالى. لما تدعو الله عز وجل، لما قال الله عز وجل في آية عامة وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ فإني قريب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفرح أن تدعوه سبحانه وتعالى. لما تنظر إلى هذا المشهد العظيم والناس يدعون إلى الله وأنت ترفع يدك، فلتعلم علما يقينا عندك حسن ظن بالله أن الله عز وجل يقول وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون إيش؟ عن عبادتي سبحان الله، ندعوه يحسب لنا عبادة، ندعوه وهو يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء إيش؟ الدعاء هو العبادة. لكن ينبغي للإنسان وهو حضر إلى هذا اليوم وكان من الأحياء وغيره لم يدرك ثانية من يوم عرفة، غيره قيل غدا يوم عرفة ولم يدرك هذا اليوم. من الذي أكرمنا كما قلنا وسنقول؟ الذي أكرمنا هو الله عز وجل. طيب ما هو الشكر سبحانه وتعالى؟ ما هو الشكر الذي يجب علينا أن نقدر هذه النعمة العظيمة؟ أولاً أيها المباركون، كما ذكر العلماء أننا نستقبل مواسم الخير ومواسم الطاعات ومواسم العبادات بالتوبة إلى الله عز وجل. الذي أكرمنا هو الله، الذي أنعم علينا إدراكنا إلى هذا اليوم هو الله، الذي أكرمنا وجعلنا ندرك أيام العشر من أولها إلى هذا اليوم هي التاسع اليوم وغدا العاشر، هو رب العالمين التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. الذي أكرمنا وجعلنا ندرك هذه الأيام هو الله، ليس فضل منا وإنما كرم ومنة من الله، لك الحمد يا الله أن جعلتنا ندرك هذه الأيام الفضيلة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. إدراكنا إلى هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم التي كان السلف إذا عندهم حاجات ينتظرون إلى هذا اليوم يدعون الله عز وجل، وأنت يا فلان ومن يشاهدني ومن كان من ضمن الحجيج ومن جالس في بيته، جعلك الله عز وجل أن تدرك هذا اليوم. فما هو الواجب علينا؟ الواجب الأول أن نستقبل مواسم الطاعات ومواسم العبادات. ما هي؟ بالتوبة إلى الله، بالاستغفار. كلنا مذنبون، كلنا مقصرون، كلنا مخطئون، الكل يعترف أنه مذنب. كم سترنا الله، كم أذنبنا في الخلوات، ماذا عملنا هذا الكريم هذا الرحيم هذا الغفور الذي قال عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل رحمته في كل وقت وبالذات في هذا اليوم. الله عز وجل أشد يوما يعتق فيه من النيران. اللهم اجعلنا والمشاهدين ووالدين ومن نحب من عتقائه من النار. آمين آمين. يا أحبة يا فضلاء، لما يسمع الإنسان ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يسترنا أولا ثم ينادينا من أنت ومن أنا ومن أنت يا فلانة
ومع ذلك هذا الكريم، نحن عبد من عباد الله، نحن مذنبون، نحن مقصرون، الله عز وجل عاملنا بستره، لم يوضحنا أمام الناس. هذا الكريم من كرمه، مع أننا مذنبون جعلنا ندرك هذا اليوم هذا الكريم. طيب ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نستقبل هذا اليوم بماذا؟ ونحن في آخر ساعات هذا اليوم أن نستقبله بالتوبة إلى الله والاستغفار، لما قال الله لنا في آية عظيمة سماها العلماء أرجى آية في القرآن، نسمعها كثير ونقرأها كثير، والذي يقف عندها قليل إلا من رحم الله. لما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه يا في اللغة أداة نداء، المنادى في هذه الآية من؟ المنادي من؟ المنادي هو الله، الله عز وجل، الله عز وجل ينادينا ويقول لنا بأسلوب تلطف، بأسلوب لين، بأسلوب شفقة: يا عبادي. ما قال لنا يا مجرم، ما قال لنا يا فاسق، ما عيرنا بالذنب الذي نفعله. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: يا عبادي، يا عبادي. حتى الكافر هو من عباد الله، الذي يعبد صنما يقول الله له ولنا جميعا المسلمين ولكل إنسان يقول لنا جميعا: يا عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوز الحد بالذنوب. بعض الناس قد يسمعني الآن وهو يدعو الله ويتذكر الذنوب الماضية ويتذكر الذنوب ويقنطه الشيطان. الله عز وجل يبشرك ويبشرنا جميعا، كلنا مذنبون، يقول لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا، لكنها بشروط وبضوابط. الشروط أولا، الضوابط أن تتوب قبل أن تخرج الروح، وأن تتوب قبل أن تطلع الشمس مغربها. أما الشروط معروفة لديكم: الإقلاع عن الدم، الندم على ما فات، العزم ألا ترجع إلى المعصية، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يقل ذنبا، ولم يقل ذنبان، ولم يقل ثلاثة، ولم يقل أربعة. قال: الذنوب في اللغة جمع تكسير، ثم قيدها الله عز وجل لما قال إيش؟ قال: الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. لما يسمع الإنسان هذه الآية التي سماها العلماء أرجى آية، ونحن في يوم فضيل، في يوم عرفة، ماذا ينبغي له؟ ينبغي له من الآن، من يشاهدني، من يشاهدني هذا الرجل الفاضل، من تشاهدني المرأة المسلمة الفاضلة الطيبة، وأنا كذلك وأنتم، ومن يشاهد هذا المقطع مستقبلا، يجب علينا أن نتوب إلى الله في كل وقت إلى أن نلقى الله. ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل.